في تطوير كبير بيحصل في قطاع السياحة. الحقيقة القطاع ده مهم جدا وقطاع حيوي للاقتصاد المصري. يوم بعد يوم بنحقق معدلات كبيرة جدا. الدولة حققت معدلات مرتفعة في المجال ده. يمكن السنة اللي فاتت حققت أرقام قياسية جديدة في عدد السائحين. بنتكلم عن حوالي 14,906,000 سائح زاروا مصر بس في 2023. طبعاً لو حضراتكم تفتكروا أكبر رقم وصلنا له كان سنة 2010. حققنا سنة 2010 معدل وصل لـ 100 أو 14 مليون و731 ألف سائح. السنة دي أو السنة اللي فاتت في 2023 كسرنا الرقم ده. طبعاً ده إنجاز كبير إنك تقدر تحقق رقم كبير بالمنظر ده في أعداد السائحين، وإنك تكسر أعلى رقم أنت حققته برغم التحديات اللي موجودة في المنطقة، وده أمر مهم جداً. لو بيعكس شيء بيعكس حجم المجهود اللي بيتعمل. بنشوف بقى مجهود موجود في تطوير منشآت سياحية، حملات ترويجية، تسهيلات بيتم الحصول عليها أو بيتم تقديمها للحصول على التأشيرات، في عروض بتتقدم ورحلات طيران بعروض كبيرة جدا مختلفة جدا بتبقى عامل جذب شديد. كل ده بيساعد في زيادة حركة السياحة اللي بتساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل، وكمان إنها تدخل عملة صعبة للبلد، وبتلاقي كده في انتعاشة في المدن السياحية. ده حقيقي مجهود كبير بيبذل في قطاع السياحة في مصر. ده بينعكس طبعا على انطباعات السائحين اللي بيجوا مصر وبينقلوا صورة عن ازدهار قطاع السياحة للعالم كله. بتبقى بالنسبة لهم زيارة مصر تجربة سياحية فريدة ومختلفة ومميزة. صحيفة الديلي ميل البريطانية عملت تقرير مهم جدا تحت عنوان هل القيام برحلة نهرية في النيل في مصر تستحق؟ التقرير ده رصد تجربة مدون سفريات بريطاني اسمه سام مايفر، قام برحلة نيلية استغرقت 7 أيام على متن فندق عائم من فئة 5 نجوم. سام رد على سؤال الديلي ميل البريطانية وقال الرحلة فعلا تستحق بنسبة 100%، رحلة مثيرة للاهتمام بشكل كبير، وهي واحدة من أكثر الطرق سحرا ورومانسية في العالم. مدون السفريات سام البريطاني كان مبهور بالمعالم اللي شافها في أماكن مختلفة من البلد، شاف الأقصر وأسوان وقال إنه استمتع بزيارة وادي الملوك، معبد الأقصر، الكرنك، إدفو، كومومبو، فيلة، كل دي أماكن راحها سام، وأعتقد مش كلنا في مصر هنا رحناها، فأعتقد إن دي دعوة إن إحنا كل ما نقدر نتحرك وكل ما نقدر نسافر نجرب ونشوف معلم مختلف. سام نشر الصور بتاعته على تيك توك ونصح الناس إنهم يزوروا مصر، وده اللي إحنا بنقول عليه انطباع السائح. الانطباع ده بيقدر هو ينقله للناس، بيبقى أكتر مصداقية، هيبقى الناس أول ما تشوف انطباع بواحد أو السائح بيتكلم بقلب كده هيبقى عندهم شغف إنهم يجوا يزوروا مصر. أعتقد إن ده ممكن يكون أفضل ترويج للسياحة. إحنا دايماً بيبقى عندنا فقرات سياحية، والنهاردة هيبقى عندنا فقرة نتكلم فيها عن السياحة. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.